كلك معايا أجمل حكاية، فما ساعات حكايات ما نجموش ننسيهم، وخاصة حكايات اللي متعلقة بالقراية. أيمن، نحب نرحب بضيفي المستشار الدولي في التكنولوجيا أيمن بن سليمان. كنت تتوقع باش نقول؟ نهارك زين صاحبي كل شيء. صباح الخير، صباح الخير اللي تفرجوا فينا الكل. أي. يباويكا. كهوا. باش كنت تتوقع اني باش نكون كلك معايا اجمل حكايه في عمري كله؟ اه عمري كله. هذاك هو خويا، قبل ما نبداو خلينا نقدموا تحيه للوالده والده ايمن بن سليمان اللي هي بطبيعه نحب نشكرها برشا برشا، اللي اول مره يتعدى ايمن. ايمن السنسي يتعدى في عديد القنوات وفي عديد ايضا الاذاعات الخاصه. أمه قتله وقت تعدى معنا في قناة حنا بعد في برنامج نهارك زين، قتله أول مرة نفهم ولدي فاش كان يحكي. الحمد لله يا ربي، دونك هذيا بالحق شهادة نعتز بها. وقت اللي احنا نمسوا معناها العمر الكل ونمسوا الفئات الكل ونمسوا الأشخاص الكل. ساعات فما ناس يتفرجوا فينا راهو في معناها في أرياف ولا حاجة ويبداو ما همش يحكيوا مثقفينك وما يفهموش برشا الفرنسي والكل، دونك احنا ديما نحاولوا نبسطوا المعلومه خاصه حتى في التكنولوجيا. اليوم موضوعنا هو التعلم عن بعد، كيفاش نجموا نتعلموا والا نقرا والا ناخذوا دبلوم والا نتكونوا عن بعد. ساعه كما جبت انت نحب نوجه تحيه للوالده، خاطر اول مره نعمل تحيه في التلفزه ولا في راديو، نوجه لهم تحيه للعائله الكل في قليبيا. دونك اليوم نحكيو على الاي ليرنينغ. الاي ليرنينغ كلمه صعيبه شويه، اما هي التعلم عن بعد. كيفاش انتم الناس اللي فينا، كيفاش صغاركم، كيفاش ولادكم اللي عنده حاجات يحب يتعلمها خاصه في الميدان التكنولوجي ولا حتى في ميادين اخرى، حتى في اختصاصات اخرى، معناها انه ممكن تكون عن بعد. فما العديد من الاختصاصات اليوم متوفره على الانترنت غراتويتمون. يعني اذا انت اليوم بعيد في مكان يعني ما تنجمش ديبلاسي، ما عندكش لي مويان بور فير لو ديبلاسمون، تعرفوا اليوم الديبلاسمون والسكن خاصة في المناطق في البلدان الكبيرة يتكلف برشا، وفما ناس اللي ديجا خذوا لي ديبلوم نتاعهم وقاعدين بطالة، دونك يحبوا يتعلموا حاجات أخرين باش يقويوا لي سي في نتاعهم. دونك اليوم فما برشا اختصاصات متوفرة على الإنترنت، ينجم أي إنسان من دارو يسوفي دافواغ أون كونيكسيون إنترنت. ساعات حتى أورديناتور بورتابل لا، ولا أورديناتور لا، تنجم تكون حتى بالتليفون تنجم تقرا. تنجم تقرا وتنجم تاخذ دي سيرتيفيكا، يعني تنجم تاخذ شهادات معترف بها، وتنجم تعاونك برشا خاصة في مطالب الشغل نتاعك، يعني السي في نتاعك تقويه وتكتسب مهارات أخرين ينجموا ينفعوك في طلب الشغل نتاعك ولا حتى في الخدمة اللي تنجم تشوفها. أيمن تعطينا إكزامبل مثلا، شنو بالضبط؟ مثال هكا. الاختصاصات فما مئات الاختصاصات الموجودة، مئات الاختصاصات. خلينا نحكيو مثلا على الاختصاصات التكنولوجيه اللي هي الميادين الكل تستحقها. يعني اليوم اللي هو ديجا السوق اليوم تاع الشغل مطلوب فيه برشا معناه. بالضبط. اليوم اي اختصاص مهما كان، سواء اختصاص طبي ولا بيولوجي ولا في التصرف ولا في قطاع الاعمال ولا كذا، اليوم الاعلاميه، يعني اختصاصات الاعلاميه والتكنولوجيا مطلوبه في اي اختصاص مهما كان. بالعكس سي ان بلوس، يعني لو فيت دافواغ لي سيرتيفيكاسيون في مهارات تقنيه اعلاميه او تكنولوجيه، سي ان بلوس لاي انسان باش يقوي به السي في نتاعو، وباش حتى في الخدمه نتاعو ينجم ينفتح على برشا حاجات اخرين. واليوم ماك تعرفوا لينوفاسيون، كي نحكيو على لينوفاسيون والتطوير والابتكار، كل شيء مربوط بالقطاع هذايا، بالقطاع التكنولوجي. يعني اليوم تنجموا تلوجوا، اذا انتم انتريسي بالشهادات تنجموا تلوجوا على الانترنت. باش نقول لكم بطبيعه كيفاش وين تمشيو باش تلقاو الاختصاصات هذيا، مي يسوفي دافواغ لا فولونتي باش تمشي اول حاجه الاراده بطبيعه، تدخل على جوجل وتحاول تلوج وتحاول تتنسكري في لي بلاتفورم اللي موجودين في العالم الكل. نحكيو مثلا على جوجل، جوجل قاعده تعطي في دي سيرتيفيكاسيون في المجال التكنولوجي، في مجال التسويق الرقمي اللي هو مهم برشا. اليوم اذا عندك انتي بيزنس، يعني مثلا اون بوتيك ولا حانوت تبيع فيه حتى مواد غذائيه، يعني اذا تحب تعمل دو لا ماركتينغ ديجيتال وسبونسورينغ على الفيسبوك، لازم تكتسب شويه خبرات. صحيح. جوجل مثلا اليوم يعطيك، ينجم يعطيك الفرصه باش تقرا اون ليني غراتويتمون
وباش تنجم تزيد تاخذ. كنت باش نسالك هوني الى ندرا لي فورماسيون هذوما الكل اسكو معناها الكلهم بالفلوس ولا نجموا نلقاو حاجات غراتويتمون؟ هو اكيد يعني اليوم فما دي سونتر دو فورماسيون اون ليني خاصة اليوم اون ليني معناها اي فما دي سونتر دو فورماسيون بريفي بيان سور موجودين اون ليني بالفلوس. وتجارب عديده اليوم موجوده في تونس كيما مثلا جو ماي كود والا وي كود. فما يعني برشا مدارس قاعده توفر في خدمات تعلم عن بعد اون ليني لكن بالفلوس. لكن احنا اليوم خلينا نحكيو على الناس اللي تلوج على حاجات غراتويتمون. الحاجات هذوما موجودين راهم موجودين كما قلنا يعني جوجل مثلا، جوجل فما اربع خمس اختصاصات توفرها حاليا حاليا يعني تنجم تدخل على دو بلاتفورم اللي هما مثلا جوجل سكيلز ولا جوجل ديجيتال جراج. هذوما دو بلاتفورم تاع اي ليرنينغ تاع تعلم عن بعد يوفروا لنا بليزيور سيرتيفيكاسيون اون ليني في مجالات عديده كيما الانيسياسيون لا بروغراماسيون، كيما التسويق الرقمي يعني الماركتينغ ديجيتال، كيما لاناليز دي دوني سي تري امبورطون يعني بور لي كونيسور شويه يعني الناس اللي عاملين انفورماتيك وعندهم دي ديبلوم في الانفورماتيك ينجموا يتعلموا اون انيسياسيون للاناليز دو دوني يعني داتا اناليست. كيف كيف زاد مايكروسوفت البلاتفورم العالميه يعني توفر عن طريق البلاتفورم تاعها مايكروسوفت ليرن العديد من الاختصاصات في المجال التكنولوجي يعني خاصة الاختصاصات اللي هي عندها علاقة بالبرمجة. رشحنا يظهر الاختصاص اللي رشحناه هو التكنولوجيا، معناه يكون واحد في دوي أكثر موهوب فيه أكثر وإلا مغروم بها أكثر باش ينجم يعزز معناها. أنا علاش نحكيو على التكنولوجيا سمية؟ يعني أنا شخصيا نعتبر وذايا رأي وأنا متشبث به وديما نحكيه نقولوا كون التكنولوجيا ما تستحقش اون فورماسيون اكاديميك يعني كبيره وطويله. يعني اليوم فما ناس تخدم في مجال التكنولوجيا وتخدم في شركات كبيره ما عندهاش حتى ديبلوم يونيفرسيتير. صحيح. يعني يسوفي دافوار اون فورماسيون سبيسياليزي في ميدان معين، ويعني لي فورماسيون مش نعملوا واحده ونقعدوا غادي. يعني فما بليزيور حاجات اللي هما مربوطين ببعضهم واللي هما ينفعونا في الـ في الـ في الحياه. ينفعونا في الحياة وينفعونا بروفيسيونيلمون، نتعلموا بالحاجة بالحاجة، وكل مرة كل ما نتعلموا حاجة نزيدوا تكون عندنا الرغبة باش نتعلموا حاجة ما أكثر. لأنه مثلا فما مجالات أخرى كيما نحكيو مثلا على مجالات عندها علاقة بالمجال الطبي أو البيولوجي، يسمى فورماسيون أكاديميك يعني. أكيد باش تقرا بوتيتر أون ليني بور أفوار ديزانفورماسيون جينيرال، باش تكون ثقافتك العامة باهية، ولكن الحقيقة المجال التكنولوجي لي تري انتريسون خاطر تنجم تتعلم من غير ما تكون عندك اون فورماسيون اكاديميك كبيره. باهي تري بيان. هوني سؤال يطرح نفسه، يا لندرا كي احنا نتعلموا وناخذوا المهارات التكنولوجيه هذه والا في اي اختصاص ان كان، معناها يا لندرا كي نجموا ناخذوا الشهاده هذه تنجم تكون معترف بها دوليا والا لا؟ اكيد. يعني واحد كيمشي مثال يقول لك نحب ناخذ انا توا الدبلوم عن بعد، نعزز السي في نتاعي شويه وعلى الاقل تكون معناها الوجهه نتاعو اللي هي مثل كندا ولا الاوروب ولا اي وجهه اخرى ابار تونس معترف بها دوليا الشهاده هذه؟ اكيد. يعني ما فماش اكثر من اسم جوجل باش نقول لك راهو معترف به دوليا. يعني جوجل مثلا، جوجل السيرتيفيكاسيون نتاعهم بيان سور معترف بهم دوليا كيف كيف مايكروسوفت. ولكن المهم راهو مش الاعتراف بحد ذاته، ممكن احنا النظام الاداري في تونس يطلب عليك ديما الشهاده. هذيك المشكل صحيح. يطلب عليك ديما الشهاده الجامعيه، اما انا اللي ناكده كونه اضافه الى الشهاده الجامعيه ولا حتى ما تكونش عندك شهاده جامعيه وحتى تخصص مثلا في المجال الاعلاميه. لي فورماسيون هذوما تنجم تمشي بهم اي بواد دو ديفلوبمون ولا اي شركه يعني ناشئه في مجال التكنولوجيا وكل شيء، وتكون عندك لي كومبيتونس نيسيسير يعني يعمل لك لي زونتروتيان نتاعك ويشوف عندك لي كومبيتونس نيسيسير اترافير لي فورماسيون اللي عملتهم راهو يقبلك. ما فيهاش كلام. يعني قطاع التكنولوجيا اللي ان بو معناتها ما يشبهش برشا القطاعات الاخرين. يعني صحيح اداريا ديما مطلوب لو ديبلوم يونيفرسيتير، ولكن في قطاع التكنولوجيا يسوفي دافواغ لي كومبيتونس نيسيسير اللي هما باش تاخوهم انت من لي فورماسيون هذوما وتنجم تنطلق. هي خاصة حاجة بخاتيك فوالا. حاجة بخاتيك يعني تطبق قبل. تتعلم ديريكتومون كيفاش تخدم كيفاش تطبق وفورماسيون تجيب فورماسيون وبشوية بشوية تلقى عندك دي هارد سكيلز يعني في المجال هذايا باهين على الآخر. كيف كيف زاد الناس راهم مثلا في مجال الكونتابيليتي ولا المانجمنت ولا التصرف ولا الاقتصاد ولا الأعمال. الناس هذوما راهم ما ينجموش يخدموا اذا ما يكونش عندهم دي كومبيتونس سوبليمونتير هكا خاصه في المجال
في 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 مجال الاعلاميه، يعني ديما سي تان بلوس. اي عارف اليوم يحب يعمل ان ريكروتمون كي يلقى ان سي في فيه انسان عنده ان ديبلوم يونيفرسيتير وعنده بليزيور ديبلوم في مجالات متعدده، يقول لك فوالا سي تان بروفيل بوليفالون اللي نجم يعاوني في الشركه نتاعي، ينجم يعاوني في خدمتي، وينجم هو ساعات يجي نقول لك ايمن، هو راهو ساعات احنا الشركات في تونس تطلب مثال الخبره، قداش مثال وين خدمت قبل وشنو التجربه نتاعك سابقا وين خدمت في اي شركه باش ينجموا ياخذوك. انا من رايي تو يظهر لي معنى اصحاب الشركات وقت اللي يلقاو واحد مثال سي في نتاعو فيرش وتلقاه معناها عنده شهاده مثال جامعيه، اما تلقاه عامل فورماسيون في برشا اختصاصات، نتصور انا يكون معناها مرشح انه باش يخدم في الشركه هذيا، معناها ما عادش نطلبوها فاس الاكسبيرونس نتاعك القديمه وين خدمت، خاطر ساعات الواحد مثال يتخرج منها ويكمل معناها يفورمي روحه ويكون روحه ياخذ برشا يعزز معناها السي في نتاعو، دونك نتصور انه يكون هوني مرشح باش يخدم، خير ما انك تقول له انت السؤال اللي انا نكره برشا بالحق وين خدمت قبل وقداش عندك تجربه قبل سابقا، هو كي تخرج معناها يقعد في لوج على خدمه، هذه مشكلتنا في تونس اكثر. اما مادامك جبدت على الخبره، مادامك جبدت على الخبره، راهو الناس اللي تعمل دي فورماسيون كيما هكا اون ليني غراتويتمون ويكونوا عندهم دي كومبيتونس كبار، مثلا نعطي مثال مثلا تنجم تعمل دي فورماسيون اون ليني في الديفلوبمون ويب ولا الديفلوبمون دي زابليكاسيون موبيل. صحيح. انت تنجم تعمل روحك خبره من غير ما تمشي تدق الباب وتخدم عند اي شركه، كيفاش؟ عن طريق الفريلانس. اليوم برشا عباد من مجال التكنولوجيا قاعدين يخدموا من ديارهم قاعدين يخدموا من ديارهم بالفريلانس. والفريلانس يعني الفريلانس يعطيك دي ريفيرونس اللي هو الخبره الحقيقيه، يعني شنو ما وقت اللي انت تمشي باش تقدم على خدمه باش يقول لك شنو ما لي ريفيرونس نتاعك، شنو ما لي بروجي اللي خدمتهم. صحيح. تقول له هاو البروجي هذا والبروجي هذا اما خدمتهم اون فريلانس، يقول لك مرحبا بك. اي فوالا، دونك اعطيناكم اهم النقاط اللي تنجم تعزز بها بالطبيعه السي في نتاعك، خاصه اذا كنت معناها تحلم انك باش تخرج خارج حدود الوطن ولا باش تكون عندك خدمه البرا، علاش لا؟ ماذا بينا احنا يخرجوا الناس الكل يبداوا ديبلومي معناها بشهايدهم على الاقل. حتى بلادنا باهيه زاد نجموا نخدموا في بلادنا ونعيشوا بالقدا وكل شيء ونسيشوا والله. من البارح هو ايمن كل ما نحكي معاه يقول لي راهي تونس بالحق، نفرح انا كي نلقى شباب كيفك ايمن يحبوا تونس ويحبوا يخدموا في بلادهم ويحبوا ينفعوا بلادهم بالحق، معناها خاطر احنا اغلب شبابنا اليوم في مخاخهم موجوده فقط الهجره سواء كانت شرعيه ولا غير شرعيه، بالطبيعه احنا ديما ما نشجعوش عليها، ماذا بينا ننفعوا بلادنا بطاقاتنا طبتنا زاد يقعدوا في تونس، علاش لا بالحق؟ ما نصلحوش الوضعيه، ما نصلحوش وضعيه الاساتذه، وضعيه الطب، وضعيه الدكاتره بالحق، على خاطر راهو واحد تلقاه يقرا 10 سنين بعد الباك ومن بعد يلقى روحه معناها يخدم في المرمى ولا ما نعرفش انا وين، دونك حاجه توجع برشا. شكرا لك ايمن بن سليمان، نخليك تقدم تحيه، اكيد نحسك تحب تقدم تحيه. ما كما قلت نقدم تحيه للعائله الكل، الاياس ويحيى صغاري الزوز والمرتي فرح والوالده اكيد. حتى كان عنده معجبات سي قال لك ماهوش سامي صغار واسم المدام، دونك نتهنيهم فماش ماهوش سينجل ماهوش سيليباتير معرس حب يقدم طبيعة تحية لأمه باش تعمل له كسكسي اللي هو قال كسكسي أمي ما يعلى عليه حتى كسكسي. وينك يا مدام وينك قال لك راك سي بون كسكسي الوالدة أو لا أحد. شكرا لك أيمن بن سليمان مستشار دولي في التكنولوجيا، هذه نهارك زين، مرحبا.